السلام عليكم. السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. صوت واضح؟ صوت واضح. كيف اخباركم؟ ان شاء الله بخير. كيف اموركم؟ مساء الخير عليكم كلكم، ان شاء الله طيبين. اللايف ده بس سريع كده، دايرين نثبت حاجات نشتغل عليها كلنا الليلة ان شاء الله. شفنا الفيديو حق القحاتة في القضارف والطريقة المذلة اللي تعاملوا بها المواطنين معاهم، فطلع الشعار بتاع يا قحات يا موهوم كل البلد خرطوم، وكانت واضحة يعني. والرسالة دي اتكررت خلال الأسبوع ده أو أقل من يومين أو ثلاثة، برضو كان مشوا المحكمة في القضارف يرفعوا قضايا على قادة القوات المسلحة في نص الحرب، وماشيين يعني يهمون انهم والله يا اخي بيفتشوا عن عدالة ودارين يوقفوا الحرب برفع القضايا وكده. يعني بيوريك العقلية اللي بيشتغلوا بيها القحاتة ومستوى تفكيرهم ونوع خيانتهم ومستوى الخيانة حقتهم. عموما احنا بنطالب قحتي زي ما بتفتح بلاغات في قادة القوات المسلحة، ممكن تمشي وتفتحوا لنا بلاغات في قادة الدعم السريع، نقطة عربي انتهى. حنديكم واحد اسمه محمد حمدان دلقو، اذا بتتكلم عن انه البرهان ده عمل انقلاب وانت ماشي تطالبه وقضية، انا معاك والله. افتح البلاغ في البرهان، وافتح بلاغ في حميدتي برضه معه، افتح بلاغ في عبد الرحيم، افتح بلاغ في الزول اللي دخل القوات الخرطوم، افتح بلاغ في الزول اللي مشى حاصر مروي، افتح بلاغ في الناس اللي قالوا لك والله يا اخي انتهكوا في الجنينه. انتوا الجنينه دي ليه بتتجاوزوها؟ بتتجاوزوا الجنينه ليه؟ ما الجنينه دي اساسا انتوا بديتوا معركتكم مع النظام السابق مع البشير في الجنينه وفي دارفور في الانتهاكات اللي حصلت، صح؟ لانه الانتهاكات اللي حصلت في الجنينه وفي دارفور انتوا كنتوا وراها، انتوا كنتوا السبب حقها. مشيتوا فتحتوا البلاغات وجبتوا الحصار على البلد والجنائية، القضية حقتكم واصلة؟ القضية حقتكم واصلة للمحكمة الجنائية بس لأنه طرف فيها الدعم السريع، حسيتوا ما قدرت تفتحوا الملفات دي. الجنائية طلعوا الناس قدامكم مصورة، اغتصبوا النساء وقتلوا الأطفال قدامكم واضحة شايفينها انتوا، فحسي احنا دايرينكم تمشي تفتحوا البلاغات دي في القضارف وتفتحوا البلاغات دي في بورسودان وتفتحوا البلاغات دي في كسلة، لكن شرطي أساسي دخلوا فيها قادة الدعم السريع عشان نعرف إنكم أنتم محايدين، عشان بجد نعرف إنكم محايدين. لكن أنتوا إصراركم في نص المعركة دي تضعفوا الخط الوطني، كل دقيقة طالع لنا بنظرية. أنت ما كنت قاعد معاهم 4 سنة، ما عارف البرهان ده فضل الاعتصام؟ ما قاعد معه 4 سنين، حيلت لك حسي؟ 4 سنة انت عارف انه البرهان ده فضل الاعتصام وقتل الناس في دارفور، حيلت لك حسي؟ فهم عبارة عن مجموعة من الصعاليق. والله يا اخواننا خطر القحاتة على الشعب السوداني وعلى السودان اكبر من خطر الدعم السريع. الدعم السريع بالنسبة لنا حاجة واضحة، لابس كاكي شايل كلاش راكب تاتشر، محل ما يمشي حنفتشه وحنلقاه،
محل ما يمشي حنفتش وحنلقاه، وما حنقول والله يا اخي الدعم السريع يطلع من الخرطوم، ما عندنا حاجه اسمها يطلع من الخرطوم. ما عندنا حاجه اسمها يطلع من الخرطوم، الدعم السريع ده محل ما يمشي احنا حنقضي عليه وما حيمشي حته، خلاص احنا تحملنا ودفعنا الثمن، الدعم السريع ده يموت فينا، لكن القحاطه خطر اكبر من الدعم السريع، ده خطر مستتر، كل مره جايين لنا بشكلك وجايين لنا بلون، حسي بيتكلم عن انه يا اخي والله البلد دي بدون اساس سياسي ما بتمشي، الاساس ده حيمشي. الاساس ده حيمشي قبل الدعم السريع، الاساس بتاع الاحزاب الخاينه دي حيمشي قبل الدعم السريع، الفتنه دي قامت بيها الاحزاب بتاعت الحريه والتغيير، والاحزاب حقتنا ودي نهايتها، بس انتهوا قبال الدعم السريع. الحاجه الثانيه بناكد على انه احنا والله يا اخواننا كلام القوات المسلحه دارين انجاز واضح. دارين انجاز واضح، ما دارين نكتر عربي، دارين انجاز واضح. تكلمنا عن اللي بيحصل في بحري، بحري دي نقطة مهمة جدا بالنسبة للسودان كله وبالنسبة للمعركة حقتنا، بتقلب المعادلة. الجيش شغال فيها 4 5 يوم الأيام اللي فاتت، ماشي فيها كويس، نزلت القوات الخاصة، محتاجين بعد ده تتكلموا عن بحري يا جيش، الإعلام السوداني يتكلم عن بحري. التلفزيون بتاع السودان يتكلم عن بحري. تتحمل المسؤولية المواطنين اللي شردوا ديل، أكتر من كده يعني الفكرة شنو؟ خلاص يا اخي دارنا حاصر بحري ونرجع بحري، ادونا خطه واضحه، حنصلح المويه، حنفضي منها الدعم السريع، البيوت الماء امنه حتبقى امنه، الناس ترجع لنا، القريب من الخرطوم يجينا راجع. ما ممكن احنا كل يوم نطلع نتكلم عن الشعب السوداني كله ونتبنوا قضيه بحري، الجيش ده لازم يتحرك، وانا دار اشرح لكم. الجيوش دي بتشتغل بسياسه وعقيده معينه، لحد هنا كويس. دي فاهمينها. في استراتيجية عسكرية أنا وإنت كمواطنين ما بنكون فاهمينها، دي معاك. الجيش عنده طريقة بيتعامل بيها في المعركة وبالذات حرب المدن، أنا فاهمة، أنا فاهم إنه هو بيعمل في حاجة أنا ما فاهم، دي أنا فاهمة. أنا فاهم إنه الجيش بيعمل في حاجة غايبة عني، ولا بدعي المعرفة، ولا بدعي إنه أنا والله ممكن أي علم أو أي مجال أجي أنظر فيه وأنا أكون صاحب اختصاص في أي، لا لا، اللي بيعمل فيه الجيش ده بيعمل في حاجة هو فاهمة وأنا ما فاهمة، دي أنا دي نقطة أنا فاهمة. دي نقطة أنا فاهمها تماما، لكن لما نشوف مواطن بيغتصب كل يوم، مواطن بيعرف إنه هو والله عنده علاقة بالقوات المسلحة أو واحد من أفراد أسرته بيتعاملوا معاه كيف، والزلة اللي بيزلوها للناس، مربتين الناس بيدخلون تحت السراير، أنت ما شايف يا جيش أنت لأنك قاعد في معسكرك، أنت مؤمن، أنت كبني آدم مؤمن، ومؤمن حاجة ما عندها معنى، أنا ما بتعني لي حاجة القيادة العامة، ولا بعني لي أي حاجة المدرعات، كمباني ما بتعني لي حاجة، كمدرعات نفسها أنا البسوقة ما بتعني لي حاجة، بعني لي البني آدم ده. الحاجة الأسي بتحصل للمواطن في بحري، في مدرمان، في أي، في الخرطوم، في شارع الستين، في بري، الليلة في شارع الستين حصل برضو الكلام ده. اعتقال للناس، اعتقال الطيران ضرب، المدافع ضربت، مش اعتقلوا الشباب ديل، دخل الدعم السريع، دخل الجريف. دارين قوات خاصة بهريهم، ما تخليهم للمواطن، حيعتقلوا الناس، أنت ما تقول لي أنجزته، الطيران ضرب من فوق دي ما ينجز، ده ما ينجز، ده ما ينجز، ده ما ينجز. الحاجة اللي انت بتعمل فيها فاهمة اوكي، انا فاهم انك بتعمل لك في حاجة ممكن غايبة عني واكيد غايبة عني، ما بدعي لك العلم ولا بدعي لك انه استراتيجية عسكرية ولا فاهم فيها، لكن الخسائر اللي انا بشوفها حسي لا هي في الدعم السريع ولا هي في القوات المسلحة. بيخسر المواطن كل يوم، بيخسر المواطن، بيخسر المواطن حياته، بيخسر المواطن شرفه، بيخسر المواطن عرضه، بيخسر المواطن حتى لو بيتك اغتصبوها حية، بعدين تراجع تبقى بني آدم كيف؟ ده موضوع تاني، دي حرب ما بعد الحرب. ليه احنا نخش في المعادلة دي؟ الحاجة الثانية التطويل بتاع عمد الحرب مقارنة بالخريف ومدة الخريف. الحاجة دي صراحة أنا شايف فيها يعني تواطؤ، أنا شايف كده، أنا شايف ده تواطؤ، وأحاول أثبت ليه إنه أنا غلط. حاول أثبت ليه إنه أنا غلط. أنا والله يا إخواننا عندي حاجة واحدة، اضغط الجيش ده لحد ما ينزل الشارع كاك اخضر كامل، يخش البيوت، يخش الشوارع، يخش المستشفيات، ده انا ده شغلتي، ما عندي حاجه غيره. لا حتكلم في عوده ولا بس الجيش ده. الكلام ده والله في ناس ما عاجبهم براحتهم، ودي حاجه بعدين بيشكروني عليها. حس احنا يا جيش كلامنا واضح، انزل الشارع، خلينا ننزل معك. احنا تاني ما حنقول لك والله يا اخي داير شنو؟ سالناك وقلت ما داير حاجه.
برانا من نفسنا، عملنا الواجب حقنا كمواطنين، استنفرنا بأرواحنا، استنفرنا بأموالنا، استنفرنا، طلعنا لك من المنطقة ذاته. ده ما استنفار بالمناسبة، أخلي لك الحتة تشتغل فيها على راحتك وما يكون عندك خسائر من المدنيين يحسب على القوات المسلحة. ده أنا برضو ما قصرت معك، مركت لك من الخرطوم والشردة وقاعدين في الخريف ده في المدارس، في المعسكرات، في سنار، في سنجة، في 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 حلفة، في عبر، الناس دي مشردة وهي مدياك مساحة تتحرك، أخذ راحتك. لكن من الصباح اللي موقف العمليات قواتنا الخاصة، لا ما قواتنا الخاصة، الجيش، لا أنا ما أنا ما بعرف حاجة اسمها قوات خاصة، بعرف الجيش ده. قوات الخاصة دي الفدائيين ما مجبورين على الحاجة دي، قاموا بواجبهم الوطني وزيادة، أنتوا بتعملوا في شنو لكن؟ من الصباح الليلة فيديو المدرعات مطلعة دبابة ماشية في الشارع، عملت شنو الدبابة دي؟ عملت شنو الدبابة دي؟ ما عملت حاجة، ضربت لها غزيفتين ورجعت، الدعم السريع مشى جرى، صور لها فيديو، لا لا دي اسمع 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 اسمع. أنا شايفها بقت ما حارب، دي قلة أدب، دي ما حارب، دي قلة أدب، دي قلة أدب. عديل اللي بيحصل حسي، إذا من الدعم السريع دي ما حارب، وإذا قواتنا المسلحة شغالة بالاستراتيجية دي تتغير، الاستراتيجية بتتغير في المعركة. ما ممكن تكون باني حساباتك على استراتيجية معينة موزونة والأساس حقها عدد المواطنين اللي كانوا في الخرطوم. أول يوم أنت كنت قاعد في الخرطوم 12 مليون مواطن، ما بتقدر تستخدم الأسلحة بعيدة المدى، ما بتقدر تستخدم القاذفات، ما بتقدر تستخدم سلاح المدرعات، ما بتقدر تستخدم المدفعية عبرة، لأنه قاعدين 12 مليون. ممكن تفك الدانة تقع في 3 دعامة وتقتل 5 مواطنين. غيرت استراتيجيتك، الوقت ده كنت بتستخدم الطيران بتضرب التكتلات والتجمعات حق التاشيرات الدعم السريع، دي استراتيجيه. بعد شويه الوضع يتغير، الدعم السريع بقى محتل بيوت وخدت فيها مدافع 130 بيدوم بيها الاشاره وبيدوم بيها القياده العامه. انت غيرت الاستراتيجيه، بقيت تضربوا بصواريخ وبتضربوا بمدافع وبتدونوا بمدافع عديل. استراتيجيه بتتغير، حس الاستراتيجيه حقتك في الاول مشيت كويس، ان انت يا اخي والله طلعت من خانه الدفاع لخانه الهجوم. القياده العامه محروقه، القصر الجمهوري محروق، انت بتدافع عنه ليه؟ ما في حاجه بتخليك تدافع، فانت طلعت طوالي مشيت باستراتيجيه الهجوم، رجعت ثاني حس لمرحله الدفاع، مخلي الدعم السريع مبارع عامل لون عرس وسيره لافين في الشوارع ببدل الناس، بهدوم الناس، بذهب الناس، راكبين في عربيه بتاعت مواطن قاصينها. لما اشوف منظر زي ده انا بسالك، انت قاعد وين؟ بتقول لي شنو؟ حتقول لي شنو؟ يعني انت دار شنو؟ الدعامي ده ما قاعد في مرحله من المعركه تحول لانه يعرس، دي لاقتك وين؟ انا بس بسال البرهان، لاقتك وين جندي في معركه محاصر من 17 ولايه مقطوع عنه الامداد، موصوف دوليا بانه هي جماعه ارهابيه تقتل وتفني وتغتصب، بيعرس؟ انا دا افهم دي عملها كيف، وانت قاعد وين تخليه يعمل الحاجه دي؟ انت قاعد وين انت عارف حيكون سارق ذهب واحد من ضباط القوات المسلحه، البيت واحد من بيوت القوات المسلحه، العربيه تابعه لواحد من القوات المسلحه، عربيه خاصه تكون، حيكون ساكن في بيت واحد من القوات المسلحه على بعد 2 كيلو من القياده العامه، مركز قياده السودان، وانتوا قاعدين في القياده العامه بتحافظوا على شنو حسي؟ كده تعال اسالك سؤال، القياده العامه دي فيها شنو انتوا بتستبسلوا وتموتوا فيه؟ وفيه شنو؟ فيه البرهان بني ادم، شنو يعني؟ ما البرهان ممكن يقعد في بحري، برهان ممكن يقطع البحر يمشي يقعد في توتي، تشيلوا البرهان معاكم وتمشي توتي، في شنو قاعد جوا القياده العامه؟ مركز التحكم، مركز تحكم شنو يعني؟ المركز بتاع تحكم شنو قاعد جوا القياده العامه اللي انتوا بتدافعوا عنه والدعم السريع ما دار اقتحمه. نعم؟ الدعم السريع بيحافظ على شنو جوا القياده العامه؟ لا لا انت فاهم غلط يا صرفه، الجيش هو اللي بيحافظ على القياده العامه، لا الدعم السريع هو اللي بيحافظ على القياده العامه. طبعا انا بالمناسبه من اول يوم قلت لكم انا فلان الفلاني ده ما عندي له حاجه غير الواجب بتاعه والحاجه الصح اللي عملها دي، انا ما عندي له حاجه، لكن بس حفاظا على رباط الجيش والكده، فانا كلامي بخليه موزون. السؤال الاول، ماذا يوجد في القياده العامه؟ مكتب البرهان، نرحل البرهان زي ما مشى في الفيديو قاعد مع القادة الألوية ديل، يمشي يشوف له حتة تانية. القيادة العامة دي ما نخليها نقطة ارتكاز ولا يعني نخليها موضوع كده يتنشنوا لينا بيه، ما فيه حاجة، هم حرقوها، حرقوا الجوية، حرقوا البحرية، حرقوا أي حاجة. في شنو جوا القيادة العامة أنتوا قاعدين تحافظوا عليهم؟ في شنو يا جيش؟ وليه الدعم السريع ما قدر يقتحم القيادة دي وننتهي من الفيلم ده؟ في شنو؟ محاصر القياده العامه، ليه ما دار هجوم الدعم السريع ذاته؟ ليه انتوا ما دار تهجموا الدعم السريع؟ في شنو جوه انتوا بتحافظوا عليه؟
فيش نوع حق الدعم السريع بيتحافظوا عليه جوا القياده العامه، حاجه حقت الدعم السريع، ما ممكن تقول لي محاصره 4 شهور وبينك وبين القائد بتاع القوات المسلحه 200 متر، ما تخش تشيل البرهان ده وتحسم القصه، انت ذاتك هدعم سريع متواطئ مع الناس دي الفيشني جوا. تركيزنا كله صب في القياده العامه، والقياده العامه متحركين، امبارح طلعوا ناس القوات الخاصه في فيديو، ابراهيم بقال صور من ظهر القياده العامه، طوالي. طوالي صور من القياده العامه مش صور في شارع المطار، في شنو جوا انتوا بتتواطؤوا في شنو؟ في شنو جوا مقدس اكثر من البني ادم البر القياده العامه؟ القياده العامه هي الخرطوم بالمناسبه، القياده العامه هي بحري بالمناسبه، القائد العام بتاعنا هو الاطفال اللي في الشارع يا جيش، القائد العام بتاعنا هو اعراضنا وشرفنا، القائد العام القائد العام بتاعنا هو امهاتنا المرضى اللي ما قادرين يوصلوا المستشفى ولا دواء يوصلهم، الناس الجعانه اللي ما قادره تاكل. شايفين انتوا الشعب السوداني بياكل كيف حسي في الخرطوم؟ نص الاكل اللي بتوزع لمنطقه نصه بالصادر من الدعامه، والباقي يخلوا لك شوال ولا شوالين ياكلوا فيهم 300 400 نفر 7 أيام ياكلوا في شوال بتاع بليله، انت ما شايفين الحاجه دي؟ ما قدرت انتوا القصه دي قدرت توصلوا لشنو يعني؟ دارين تصلوا لشنو؟ الجيش ده لازم يطلع من المعسكرات حقته، خليها تسقط القياده العامه، ما فارقه معنا، الجيش يطلع يتحرك يمشي يحرر بحري، الجيش يطلع يتحرك من المدرعات يمشي يحرر جبره. الجيش يطلع من سلاح الاشاره مش يحرر كوبر في شنو؟ ما ممكن تقول لي احنا قاعدين مرتكزين جوا، خايف على شنو انت؟ انت المفروض تستشهد يا عسكري، انت اساسا المفروض تستشهد، ما يستشهد المواطن. الاساس انت تحافظ على حياه المواطن، ما تحافظ على حياتك، الاساس انك تحافظ على المؤسسه المستشفى، ما تحافظ على مباني القياده العامه، ده الاساس. هسه احنا كلامنا للجيش وبنخط واضح، سألناكم عديل، تاني بنكرر السؤال، ناقصكم شنو يا جيش عشان تنهوا الفوضى دي؟ ناقصكم شنو عشان تنهوا الفوضى دي؟ في حاجات كده ما منطقية، في حاجات ما منطقية بتحصل، والأسئلة بقت تكتر، والجيش ذاته بيتساءل، والكارثة اللي أنا خايف منها الآن بقول لقيادات القوات المسلحة، يعني إذا بتعتقد في نظرتي يعني أو يعني اذا بتسمعني يعني انا لما اقول لك في حاجه بتحصل او الحاجه دي انا خايف منها او انا متوقع كده فاسمعني مره، يعني ارمي كلامي البحر ما عندي مانع، لكن اسمعني. السيناريو اللي انا شايفه ماشي ده، في زول بيكسر في الجسر اللي بنيناه وبين القوات المسلحه والشعب، فده احنا كفيلين بانه نحافظ على الجسر ده، جيش واحد شعب واحد، دي احنا مسؤوليتنا. اطمئن، الحاجه دي ما بتحصل، خشت قحط ومرقت وطردوا لك في القضارف، تخيل. لا يمكن كنت تتصور انه القحات يطلعوا موكب او يطلعوا حته يزفوهم بالزفه عديل. دي احنا قادرين عليها. الشعب ده واعي واحنا مسؤولين في انه الوعي ده نحافظ عليه، ونحافظ عليه من كل الرسائل السالبه، ونحافظ عليه من غسيل المخ، دي مسؤوليتنا. جوا الجيش في جسر بين القياده وبين العسكري، في زول بيهدم فيه، ده جوا ده ما بنقدر نعمل فيه حاجه. لكن بضمن لك حاجه واحده يا جيش، وبضمن لك حاجه واحده يا قياده، انه الجيش ده لو انكسرت العلاقه بينه وبين القياده، الجيش بينحاز للشعب، والمره ديك انتوا اللي حشيلوا التقيل، اي زول حس يفتش في زول يشيله ثمن الحرب دي. اي زول حسي بيفتش له في مراقه. الدعم السريع مشيلة للفلول، القحاتة مشيلينها للكيزان، رغم انك تجيب لهم اثباتات وتجيب لهم فيديوهات انه الدعم السريع بدأ يتحرك والدعم السريع، اي زول بيفتش في البرهان بيفتش في زول يشيلوا القصة دي بالمناسبة، والله العظيم، والجيش بيفتش في زول يشيلوا القصة دي. الجيش لما قال اكسروا اللجام شيل الموضوع للقيادة بتاعته. شفت الجياش العساكر ديل؟ اي زول ما داخل غرفه القياده في بتاعت الحرب دي، اي زول مش بيقول لك، اي عسكري حسي بيقول لك يا اخي الحاصل والله ما فاهمينه، ما جاتنا تعليمات من فوق. اي عسكري بيقول لك والله ما جاتنا تعليمات من فوق، معناها انا ما مسؤول، انا كعسكري والله شايل كلاشي دار حارب، عميد، لواء، فريق بعيدين من غرفة القيادة، بقول لك والله ما جاتنا تعليمات، ده أنا بقدر أسأل أقول له شنو؟ الجيش بيتحرك به تعليمات، ما ادوه تعليمات يحمي المواطن، ما ادوه تعليمات يهجم للعدو. الجيش مرق نفسه من المسؤولية، أي زول يقول لي والله ما جاتني تعليمات بقول له عافيتك امشي. أنا ما كمان ما داير أغلغي للجيش ولا أقول لهم والله يثوروا على البرهان ولا أعملوا انقلاب ولا كلام فاضي، لا لا، ما بعمل كده أنا.
لكن في النهايه الجيش كله رمى الموضوع ده في البرهان. انت البرهان بكره الصباح تصحى الصباح تقول يا اخواننا اصدرت القياده العامه قرارا بفك اللجام. فك اللجام بس. قول لهم يا اخواننا انا والله اصدرت تعليمات لسلاح المهندسين يتحرك، ما تحركوا. عديل قول لنا احنا بعدين بنتفاهم مع سلاح المهندسين. قول انا والله اصدرت تعليمات بيفك حصار القياده العامه، ما استجابوا لي. اطلع قول لنا الكلام ده. نبيل قول لنا الكلام ده، ولا ما قادرين تتواصلوا مع البرهان ذاته؟ البرهان لكن عنده استعداد انه يضرب تلفون لتركيا ما عارف يهنيهم بفوز الاردوغان، عنده استعداد يرسل برقيه لبتاع الامارات، عنده استعداد يتكلم مع وزير الخارجيه السعودي، والبت المغتصبه والابو المغتصب والطفل المنتهك عرضه ده انت ما تقدر تتكلم معاهم يعني ولا شنو؟ فاحنا اذا العلاقه بين الجيش والشعب فيها الجسر اللي اتبنى ده والعلاقه المتينه احنا اثبتناها، والعلاقه دي ما في زول بيقدر يهزها. ده موضوع انتهى. العلاقة بين القيادة والجيش نفسه ده موضوع والله يا أخي أي زول بيفتش له زول يشيلوا القصة دي. الجيش شيل الموضوع ده بالمناسبة للقيادة حقته. أي زول يجيك في الجيش يقول لك والله ما صرفوا لي تعليمات إنه أنا أطلع دافع عنك، شيل للقيادة حقته. بعدين حيجوا يقولوا الكلام ده وحيكون في محاكمة بالمناسبة. كان للتاريخ ولا محاكمة عسكرية حقيقية؟ وأنا أعتقد في الظرف ده ما في زول شغال بتاريخ. والله اللي بتعمل فيه ده لا في شغال بيه الله، لا شغال بيه تاريخ، لا شغال بينا احنا اصلا. المدرعات تعلن انها دار تنظف جبره، تعلن الموضوع ده يا اخوان احنا حننظف جبره على المواطنين، توخي الحذر. الكلام ده كده رساله واضحه، الدعم السريع هيفهم انه جايينكم. احنا قلنا ليه نعلن الحاجه؟ عشان نتفادى الطابور الخامس. اي تحرك للقوات المسلحه بقى مرصود، الدعم السريع متغلغل داخل القوات المسلحه. في زول ما عارف الحاجه دي، حصلت لنا اربعه خمسه كمائن معروفه في بحر القوات الجايه تفك الحصار من القياده العامه، كل تحركاتهم كانت مرصوده واتعرفت. وحصل كمين مره واثنين وثلاثه. احنا يا اخي لما نخش في الكمين بكره الصباح ماشيين بحري، الجيش بكره الصباح ماشي بحري، الدعم السريع دار يطلع يجيب قناصه، دار يجيب مسيرات، دار يجيب مدرعات، دار يعمل استنفار، عديل قدامنا الحياه تكون واضحه. نمشي للناس دي عينك عينك، في شنو يا اخوان؟ انا ما فاهم، في شنو؟ الشعب السوداني مديك تفويض كامل يا جيش، الشعب السوداني مديك تفويض تكسر ممتلكاته. في سبيل ان احنا ننتصر وننهي المعركه دي باقل الخسائر، اقل خسائر من الشعب السوداني وممتلكات ومقدرات السودان، مش اقل خسائر من القوات المسلحه. انت ما شفت، انت ما تضحي لي بالمواطن وتضحي لي بعرضه تقول لي والله لكن حافظت على الكتيبه بتاعتي ما ماتت. انا ما مجند لك حسي كم 20 مليون سوداني جاهزين قدامك. يا برهان ادينا سفينه نجيب لك الناس من الخليج، ما دارت الدين. يا برهان كلم شركات الطيران، القوات بتاعت هيئه العمليات والجيش ديل جاهزين ودارين يبلغوا، ما في طيارات. يا برهان يا اخي طيب ما تعلن استنفار للقوات بتاعت الشرطه وجهاز الامن خلينا نرجعوا، ما في استنفار. يا برهان ما تعمل لنا طوارئ، ما في طوارئ. يا برهان ما تنادي لنا الحامي بتاعت شندي والحامي بتاعت عبره والحامي بتاعت كوسي، يا ما في استدعاء. النيل الابيض مشوا لك كم قبيله وكم كم بني ادم وقفوا اول استنفار، اول استنفار في جمعة الغضب جوق 10,000 10,000 مواطن جابوا لك ما قل من 400 ناقة و400 خروف وجوا جاهزين بحاجاتهم و10,000 مقاتل وبسلاحهم. لسه احنا القيادة لم ترى. انا الكلام ده والله صراحة والتطويل ده انا يعني خلاص دار اقول لك حاجة، دار اقول لك حاجة. احنا علنوا لنا عديل يا اخواننا دارين نحرر بحري دي. كلموا الدعم السريع اضربوا لحميدتي عديل، اضربوا لعبد الرحيم، احنا جايين بحري عديل. كلمون ما لا فيها طابور ولا ما طابور، بكره المستنفرين ديل جهزوا لك من شندي ينزلوا، بجاي احنا بنحاصروا لك من حطاب وشرق النيل، الناس دي مواليه معك جاهزين، لكن الدعم السريع يطلع في الشارع يعملوا سيره يا برهان في الحرب، لاقتك فيها تماركه في العالم، استفزاز للمرحله دي، تجي تقول لي والله انا بحافظ على قواتي، ما تحافظ على قواتك، تحافظ على المواطن، القوات دي حالفه غسم انه تستشهد في سبيل المواطن، ده القسم بتاع الكليه الحربيه، وده القسم بتاع القوات المسلحه. اقسم بالله وحافظ على البلد وحافظ على العقيده وحافظ على وحده البلد وحافظ على المواطن، ده انت عارفه. تجي تقول لي والله طبعا الدعم السريع بيجينا واحنا بنكبد العدو خسائر ولا خسائر في صفوفنا، ليه ما في خسائر في صفوفك؟ ما في خسائر في صفوفك معناه انت مدسي، ليه ما في خسائر في صفوفك؟ لانه احنا شفوت، انت ما شفوت، انت بتضحي بالمواطن، بتحط المواطن ذاتك انت قدامك، انت بتخلي المواطن يواجه الدعم السريع في اوضه نومه، في بيته، في الحله، في الشارع، في البغاله، في المطعم، عشان ياكل لازم يواجه الدعم السريع وانت قاعد في المعسكر. ما تقول لي ده تكتيك، ده ما تكتيك، ده ما تكتيك، اربع شهور ده ما تكتيك.
اربع شهور وانا مزنوق بالخريف بجاي. الله الله حاصر لك السودان من الامداد بتاع الدعم السريع من 8 دول، انت مرتاح جوه السودان ما قادرين يتحركوا لانه الخريف، انت تيجي تطول ليه امدا؟ انت معناها بتدفوا في فرصه. انا داير زول اشرح ليه الكلام ده، قول ليه التكتيك وين؟ انه 17 ولايه فيها 17 حاميه، فيها مستنفرين، فيها قوات مسلحه، فيها شرطه، فيها جهاز امن قاعدين وشغالين، ما جبتهم الخرطوم ليه؟ انا داير زول اشرح ليه انه الحاجه دي تكتيك، انا داير زول اشرح ليه دي بس. انا داير زول وضح ليه دي انها تكتيك، انا ما فاهمها تكتيك، تكتيك كيف يعني؟ تكتيك كيف؟ انا بديك ورقه وقلم، اديني 3 اسباب، برجع لك بعدين في لايف توروني الاجابه النموذجيه وحديك جائزه. اشرح لي بس ان انت ما تستدعي القوه دي في سبيل انه تقول لي انا حافظ على قواتي وفي نفس الوقت في ضحايا، الضحايا المواطن. المواطن هو اللي بيواجه الدعم السريع. المواطن هو اللي بيحتبك مع الدعم السريع. المواطن هو اللي بيقتحموا بيته 14 و15 دعام يغتصبوا لهم زول واحد. يقطعوا للناس يعني، انا اقول لك شنو؟ بيقطعوا الناس عديله يا برهان، في سبيل ان انت تقول لي والله انا تكتيكي حافظ على قواتي وحافظت على سلاحي. السلاح ده ما مشتريه انت، ان نكون واضحين معاكم يا جيش، السلاح ده ما مشتريه انت، واحنا دايرينكم تستخدموا، وحسي بكره دايرين سلاح بنجيبه لكم، بكره الصباح نعمل لكم مبادره دعم القوات المسلحه شراء السلاح عديل. بنعرف ندخله لكم لحد القياده العامه، ولو دايرين ان نفك حصار القياده العامه بنفكه، قولوا لنا فكوا الحصار بتاع القياده العامه. هسه احنا نعمل له هاشتاج و3 لايفات، نفك الحصار بتاع القياده العامه، ننزل مواطنين، بس عسكري واحد يعترض لنا في غرار اقسم بالله نطلع ميتينه، عديل. بكره الصباح احنا نعمل فك حصار القياده العامه، الخطه بتاعتنا والاستراتيجيه حقتنا، دارين يفكوكم؟ ما هو انت لانك محاصر ما قادر تفكها فانت ما قادر تعمل حاجه. نعترف، انت ما قادر تفك حصارك ليه؟ لانك ما قادر. احنا شغالين بتكتيك، انت ما شغال بتكتيك، انت محاصر 4 شهور وقاري استراتيجيه حروب وعندك ماسترات في 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 حرب المدن، وقاعدين معاك الويه وفرقه وقاعدين معاك كهنه كبار ومساعداك مخابرات دوليه وعندك اجهزه اتصال واقمار صناعيه، ما قادر تطلع من المحيط بتاع الكيلو في كيلو ده. غلبك غلبك لانك انت ما قادر. قول لي انا ما قادر، انا بساعدك، ما تقول لي دي استراتيجيه، انت ما قادر، انت ما قادر، انا بساعدك. لما نجي اساعدك ما تقول لي والله والجيش ما داير، والجيش ما عنده حوجه كذاب، انت الجيش محتاج والجيش ما قادر. قول لي عديل، او قول لي في زول معطل الحاجه دي. ما انا شايف مدرعاتك واقفه وشايف معسكراتك، في معسكرات عندك انت 40,000 عسكري ما فك ولا طلقه، في واحد من معسكراتك دي في 40,000 عسكري ما فك ولا طلقه ولا طلقه، قاعدين ياكلوا ويشربوا، مخلين لي يوم لا في يوم اسود لا في يوم احمر لا في يوم اخضر، كل الايام احنا شايفينها حسي. فانت هسه انا بقول لك عديل يا جيش، وده نظامي معاك حسي. الجيش ده فيه ان جوا، احنا والله يا اخي دارين نحسم الان دي. الناس متسائله وبتفسر الموضوع انه عندنا ولاء من قاده القوات المسلحه لجهات اجنبيه، الحاجه دي طبعا ما تخفى على زول. عندكم ولاء لجهات اجنبيه وعندكم مخطط في راسكم، الموضوع ده واضح بالنسبه لي. دار تحسم الحرب دي كنا شفناكم في الشارع بتقاتلوا بتداوسوا بتموتوا وتقتلوا لحد ما تنتصروا. لكن اقعدوا لحد القياده ما طلعت تعليمات. الناس حاسه بيقول لي من الاسبوع اللي فات ام درمان دي حتنظف كلها، حننظف الشارع من سلاح المهندسين، حننظف الشارع قدام السلاح الطبي لحد وادي سيدنا، والموضوع ده احنا حنقشه. الكلام ده انا سامعه ليه اسبوعين، الاسبوع اللي فات باكدوا لي الموضوع ده خلاص 2 3 والمتحركات جاهزه والقوه جاهزه، فيش نيازل. انا جيت كلمتك عديل يا جيش، قلت لك انا جوا اللي بيحصل في السودان ده في المعسكرات دي عندي، باجي بأطرش للناس زي العديلة. يا اخي الله الجيش كن ده عنده 1 2 3 بس ما دار يعمل، ما دار يعمل دي بعد احنا والله يا اخي المخطط ده في السودان ما بيمر، وعلى اجسادنا حاضر، وعلى والله العظيم في راسكم ده ميتم. العربي ده واضح، انا بقول لك عديل، حسي كلامنا للقوات المسلحه. اذا انت قياده دار تتواصل مع عساكرك، العساكر ده الواصل حدهم هنا، والحاجه بتاعت انه احنا والله يا اخي ما نسور على القياده عشان البلد ما تضيع، انتوا ضيعتوا البلد، وعشان مكتسباتنا المكتسبات راحت، وعشان حق المواطن حق المواطن ضاع، وعرض المواطن عرض المواطن انتهك. يا اخي ده الماسكين لهم اسرى بنات، انا ما اعرف الجيش داير يتحرك سنه كم. منظمه العفو الدوليه بتقول لك في حته قاعدين فيها 25 بيت مستعبدينهم جنسيا، بيقولوا الكلام ده. انت داير تتحرك سنه كم؟ في شنو اللي يحصل يخلي الجيش يتحرك يسور ينفجر يطلع الشارع؟ في شنو المفروض يحصل؟ فانا داير افهم. احنا بندردق فيهم دردقناهم جبناهم الخرطوم، احنا بنجيب فيهم جمعناهم الليت في بحري، احنا عملنا لك اي حاجه، اضرب طيران، الطيران الاحداثيات كلها غلط، احداثيات كلها غلط. حس الليله ضربتهم في شارع الستين مشوا خشوا الجريف،
مسكوا المواطنين ده ما خلوا مواطن وقاعدين اسرينهم حسي قوات خاصه. تنزل الجرف تاخد جوله مع الدعامي ده او سلح المواطن ده، بعدين ما صرف احنا هنشيل السلاح كيف؟ انت حمار ولا شنو؟ هو بعد انت هسه حسي زول بيموت ما قادر تحسم ليه الموضوع، خايف على روحك بعدين من سلاح المواطن؟ ما هو احنا هنشيل السلاح ده ضد الدوله دي اصلا، تكونوا عارفين يعني، تكونوا عارفين ما في زول هيحكمنا تاني غصبا عنا، احنا الكلاش بتاعنا ده معانا، فلان ده يحكمنا فلان ما يحكمنا، انتهى الموضوع، ما في حاجه اسمها القوه عند الجيش والجيش يتامر فينا ويجيب لنا في المؤامرات ويجيب لنا في الخونه، ما بيحصل الكلام ده، والحاجه اللي خايف منها الجيش وخايف منها البرهان، خايفين منها دول المحاور حصلت، انه الشعب يتسلح والشعب يتجهز والشعب يكون عنده قراره بسلاحه، الحاجه اللي انتم خايفين منها انا بطمنك انها حصلت، ما عندك تاني حاجه. شايلين سلاحنا وقاعدين ما تحكمنا غصبا عننا، ده موضوع شيله من راسك، بعدين السلاح ذاته ما بنديك له، انتهينا من القصه دي، الحرب الاهليه بتعملوا فيها انتوا يا قوات مسلحه، بتواطؤكم وبتاخيركم، الناس دي كلها واقفه معاك، انت ما دايره ليه؟ كلم الهوسه امبارح جهزوا لك 50,000 مقاتل، شيل منهم الجاهزين اللي عندهم خلفيه عسكريه، الباقيين دخلهم معسكرات، خليهم قاعدين في القضارف يامنوا القضارف، جيب منهم من 50,000 ما فيهم واحد عسكري، ما فيهم واحد ضرب نار، ده ما بتطلع لك منهم ب 2000 نفر؟ 2000 نفر ده ينزلوا يأمنوا معاك في بحري؟ 2000 نفر ده ينزلوا يأمنوا معاك يا مدرعات في 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 جبره؟ خايف من شنو انت؟ كله احنا ما نطلع لايف، الدعم السريع قاعد ليه في مستشفى عمل ليه لايف، دي استفزاز واصل مرحلته يا برهان. فاحنا والله يا اخي نكون واضحين واخر كلامنا بنقوله ليكم، احنا والله يا اخي احنا الجيش. العربي ده واضح، احنا الجيش، احنا الشعب السوداني ده احنا الجيش، الجيش جزء من الشعب السوداني وجزء مننا ويعني احنا الاساس. فحس احنا عشان ما نعمل لنا جيش وتقعدوا بعدين تتلفتوا. حس احنا ممكن نعمل جيش يعني ولا فيه قياده ولا ما قياده، ورقه بنكتبها. البند الاول في قوى القائد حقنا حيكون ورقه مكتوب فيها كلام، ده نفس الورقه دي حنحطها في الكرسي بتاع الرئيس بتاع الدوله. ما محتاجين البرهان يقعد ولا قاعد خالص سلك ولا غيره، ورقه بتطبق على الدوله دي. اول حاجه القضاء على الدعم السريع، ما في حاجه اسمها القضاء باتفاق، لا ما في اتفاق، ما في حاجه اسمها القضاء بهدنه، ما عندنا هدنه، ما في حاجه اسمها القضاء بوثيقه، لا ما في وثيقه، الدعم السريع ده ينتهي عديل، ينتهي اي حاجه لها علاقه بالدعم السريع تنتهي. تحرير الخرطوم، تحرير السودان. الجاهز يشيل سلاح يبلغ الحامية العسكرية يشيل سلاح وينزل، نازلين وين؟ جايين الخرطوم نحررها. في حاجة تاني، في حاجة أنا ما فاهمها في الموضوع ده بتتقال، الدعم السريع بيستخدم صواريخ، قاعد يضرب الناس المواطنين في بيوتهم بالصواريخ. الدعم السريع عنده دوشكات ما قاعد يواجه بها المواطنين، احنا شفنا الموضوع ده، ما في حاجة أكتر من كده بتخوف. ما في حاجة، دارين خطة وتنظيم. تنظيم لشنو؟ والله نحاصر الخرطوم دي من برا، نحاصر كل منطقة، نقفل الكباري، ندخل عليه، نضيق الخناق على الدعم السريع، نخليهم يتجمعوا في حتة واحدة، نضربهم طيران ومدافع ونار، نبيل لهم بالنار دي، نولعهم عديل. في مشكلة هنا، ما في حاجة أنا ما فاهمها، في زول عنده حاجة ممكن نضيفها؟ في حاجة ممكن تضاف في المسألة دي؟ بنستعجل ليه؟ بنستعجل لأنه الدعم السريع ما عنده إمداد من برا، ليه؟ لأنه في خريف. ما بيقدروا يخشوا الخرطوم، ما بيقدروا يتحركوا بين الولايات، ما بيقدروا يتحركوا من خارج السودان، في دول عندها انقلابات، في دول عندها عدم استقرار سياسي، دي كلها في مصلحة منه؟ مصلحة السودان للقضاء على منه؟ على الدعم السريع، لكن أنت طالع ليه بالقوة الخاصة؟ طلعت القوة الخاصة اشتغلت شغل، القوة الخاصة ما شغل الجيش، ده اللي بيفتحوا لك الشارع، المفروض يجي بعديهم الجيش. مفروض يجي بعد القوات الخاصة دي الجيش، دخلوا البيوت خاطروا بنفسهم، طلعوا الدعامة المندسين كلهم، ضربوا الارتكازات حقتهم، ضبحوا لك في كل الحتة، أنت الجيش ما تيجي وران، الجيش منتظر لسه التعليمات ما جات. بكرة الصباح الدعامة تاني ورجعوا نفس الحتة. ده شنو ده يا الحبيب؟ حسي أنا بقول الكلام ده وأنا مصادم القوات المسلحة. ولي 4 يوم بصادم في القوات المسلحة. وأنا ما شايف في تغيير حاصل. ما شايف في تغيير حاصل، بل بالعكس شايف في لعب سياسي بتيم علي. احنا طلبنا بانه إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، البرهان عين لي ممثل للنائب العام، البرهان انا بسالك سؤال واحد، وين النائب العام؟ اللجنة حقتها خليها، والممثل حقها خليه، واي حاجة انت قلتها خليه، انا بسالك سؤال واحد مباشر، وين النائب العام بتاع الدولة دي؟ اي زول ما قاعد في كابينة القيادة ما له حق يحكمنا. اي موظف بتاع دوله ما قاعد في بورسودان الان ما له حق يطلع قرار في السودان في, في 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 الشعب السوداني. بدينا لك باردول، احنا يا اخي اردول ده كويس معك وقاعد يديك قروش وعنده اتفاقيات وشغل، احنا ما دارين الزول ده لله كده، لله كده ما دارين الزول ده، لله ما دارين الزول، ما حنجيب لك اي دليل. اردول ده كله حياته بلاغات ولجان، حمدوك براو مكون له لجنتين اقالوا فيها وزير بتاع المعادن،
احنا ما دارين الزول عندك، ما عندنا على اي دليل لوجه الله الزول ما دارين، وقاعد في مصر الفتره بتاعت الاجازه بدون اذن، الفتره بتاعت الاجازه بتاعت الموظف 4 شهور الزول ده اخذها وانتهى، هسه 4 شهور قاعد في مصر خلاص لحد هنا ما جاب لك برصان، شيله لينا برا يا اخي، شيل الزول ده برا. انت اصرارك لشنو؟ الزول ده ما قاعد معاك في برصان ولا شغال، انا ما شايفه شغال، انا شايفه قضاه للسياسه برا يا برهان، انا شايفه بكون له في حزب سياسي، انا شايفه عامل له خلاف مع اللجنه المركزيه بتاعت الحريه والتغيير، انا شايفه بانه مؤكدين على انه الحرب لازم تجيف، الحرب ما لازم تجيف، اي زول يقول الحرب لازم، الحرب دي تجيف ياخذ طلقه في راسه، ما بتجيف بعدها، تنتهي من الهدف حقها، ننتهي من الدعم السريع، نامن على مستقبل السودان، نامن على الشعب السوداني 30 سنه لقدام ما تحصل حاجه، كل الخونه يكونوا يبيدوا. دي كلها احنا بنتوقف فيها. انا في صدام واضح مع القوات المسلحه حسي وقياده القوات المسلحه، والحاجه اللي في راسكم ما حتسووها، انا حسي بقول لكم الحاجه اللي في راسكم ما حتسووها، وكل المظاهر والشواهد بتدل انكم فيكم طابور وقاعدين تشتغلوا شغل طابور وجيش المكتب وجيش الشارع. بقينا الكلمه دي ما قاعدين نقولها، قاعدين والله يا اخي نبني في جسر من الثقه بيننا وبينكم. زمان من اول يوم في المعركه قلنا احنا والله جيش الشارع ده ناسنا، جيش المكتب ده انا ما شايله معهم، زول قاعد في مكتب ده ما زولي، والله بيخدم في البلد ما زولي، قاعد في لاسلكي ما زولي، ماسك كمبيوتر ما زولي، بيضع في خطه ما زولي، كباشي قاعد في مكتب ما زولي، عديل. انا مع جيش الشارع ده، لبست كاكي شلت بندقيه طلعت الشارع انا زولك، الدايره بيسوي لك. واخطائك دي انا شايله معاك، ما خليتك برك، وما حاسبتك فيها حسي، واقف معاك في خندق انا ما داري اقعد معاك زي حريه والتغيير، غدر انه انا كمواطن داري اقف جنبك في الخندق، داري اقف معاك شايل سلاح اقف معاك ادافع عن شرف السودان. القبائل دي جاهزه، الولايات جاهزه، المستنفرين جاهزين، تطلع استدعاء بتاع انت ما دام قبلت المستنفر اللي هو ما عنده علاقه بالعسكريه ودربته شهر وجبته بتاع الشرطه اولى. لكن هو ما داري ينادي بتاع الشرطه. بتاع جهاز الامن ما داري ينادي بتاع جهاز الامن. في احتماليه ان الشرطه وجهاز الامن ينحازوا للدعم السريع في خطه في انت خايفين من حاجه، في زول خايف من حاجه زي دي. انتوا خايفين انه الدعم السريع استوعب ناس الشرطه؟ شاك فيهم انت يا برهان؟ شاك في ولائهم؟ يشالوا برا خلاص، ما دام انا ما لقيتهم شوتهم برا. إذا أنت شاك فيهم حسي شوتهم برا، شوت الشرطة كلها برا، إذا شاك فيها شاك في جهاز الأمن ولا أوليكم هاي شوتهم برا خلاص، ما يمشوا معانا قدام. حتى القوات المسلحة الناس اللي ما بلغت أسي وأخذت إجازات رغم الحرب دي وقعدوا ما يجونا راجعين، ديل كانوا منتظرين الدعم السريع ينتصر في 3 يوم ويجوا ياخذوا المناصب وياخذوا الرتب بدل زملائهم، خلوا زملائهم يموتوا وبعدين يجوا يسهروا لنا في 3 يوم يقول لك احنا مع الثوره ومع الشعب ومع التغيير واللي طاري، ما حتدكوا رعب في الجيش ده ثاني. كشوفات تعيين ورفض القوات المسلحه انا اللي حشرها برا بالمناسبه، فلان ده كان في اجازه مع السلامه تتحاكم معك مع عسكريه. ما تجينا راجع ثاني. البلد دي لازم تنظف يا برهان، المعركه دي بتنظف، الحرب بتنظف، احنا ماشيين كويس. لكن في تباطؤ وتواطؤ. اخر كلامنا للقوات المسلحه، دارين شنو عشان تنهوا الفوضى دي؟ ورونا. دارين شنو عشان تنهوا الفوضى دي؟ الحاجه الثانيه، الناس بتشكي من جماعات منتميه للقوات المسلحه. بتمارس ارهاب في صابرين، بتمارس ارهاب في جبره، في الكلاكله. جيش عديل بيمشي احنا كنا بنقول ده جيش علي مالك عقار، احنا بنرمي الموضوع ده في مالك عقار، طبعا بنرميه في مالك عقار. بنرميه في مالك عقار، لكن قيادات القوات المسلحه اترفعت لها شكاوي من مواطن مكلوم، من مواطن مظلوم، من مواطن مذلول، من مواطن مغتصب من الدعم السريع، مشى لجا للجيش، الجيش شال تلفونه، دقاه وكفته حلق له في الشارع، دقاه شالوا اعتقلوا بلا سبب، دخل بيته طلعه من البيوت قال لهم عشان نحميكم احنا دارنا ننظف من الدعم السريع، جينا لقينا الدفارات بتاعت الجيش بتسرق في حاجات المواطن. ده جيش علي، ده جيش مالك عقار. ابو الشكوى دي اترفعت لقيادات المنطقه واترفعت للبرهان مره واثنين وثلاثه، من 4 شهور بنرفع له في الشكوى، لسه الجيش بتاع مالك عقار. انت داير تذلنا، داير تحرق دمنا، دايرنا نخليك السودان، دايرنا نعمل شنو يعني؟ الشكاوي اللي بتترفع من القوات المسلحه، انا هعمل لكم جروب يا شعب السودان، انا ما عندي غير صفحتين، ما عندي في تيك توك، ما عندي في كلاب هاوس، ما عندي جروب، ما عندي اي صفحه، صفحتين. الحساب اللي انا بتكلم به ده الانصرافي فيه علم السودان ده، ما تجيني كل دقيقه زول يرسل لي دي صفحتك انا ما صفحتي، بتسمع اللايف ده وين انت؟
انت اللي انت بتسمع فيني ده ما بتميز دي ده حسابي ده اللي طالع منه لايف. ما تجيب لي صفحه ثانيه تقول لي دي صفحتك ما عندي. انا هعمل لكم جروب، الجروب ده للشكاوي القوات المسلحه، تنزل لي فيديو تنزل لي صوره طوال ده جيش نزل الصوره طوال ولا بنتلفت ولا براجع ولا بسال مواطن اتعرض لك قوات مسلحه كان جيش عقار ولا الكاكي بتاع البرهان ده ذاته تصوره طوال تنزل الفيديو. هنعمل لكم الجروب ده تخطوا فيه الحاجه دي تمام. في التعليقات لقيت انا منزل منشور في الصف في حسابي ده او في صفحه الانصرافي حاضر في منشور عندك فيديو ضد القوات المسلحه نزله طوالي. الجيش ده ينضف، الجيش ده غصبا عنه ينضف ولا بنجامل ولا عندنا اثنين ثلاثة. المواطن ده ما ممكن ما يلقاها لا من حكومة مدنية لا جيش يقف معاه لا 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 زول حزب وجعه لا زول حزب ألمه لا برا لا جوا لا سفارة دار تقف معه. لا لا ما في كلام زي ده، ما قادرين عليها خلوها انتوا يا اخي، ما قادرين عليها خلوها، لكن ما ممكن تمرضنا للدرجة دي يا اخي. محل بنقبل كارثة حس يجيبونا في قناة الجزيرة ولا الحدث مراكز الايواء في مدني ولا في سنار ما لاقين دواء ثلاثة اسابيع يقول لك يا اخي ما دي انا استشاري ولا دكتور المرض حنس فيه وانت تقول لهم يا اخي بس استشاري يجي مره واحده في الاسبوع حتى لو الحريه والتغيير شغاله في تشويه صوره الشعب السوداني. الحاجه دي ما مقبوله منك يا مواطن. الخرطومين الحايمين في الولايات دي ما فيكم دكاتره واطباء بتسمعوا المبادرات وبتسمعوا المراكز شنو يعني مرقت من الحرب خلاص قاعد هناك. ما الجندي ده كان ممكن يطلع من الخرطوم دي ويخلي بيتك ويخلي السودان ده كله يحرق. العساكر الواقفين في الخرطوم مرتكزين، الناس اللي قاعدين بيحموا في البيوت وبيحموا في البلد دي اللي بيعملوا اكل للقوات المسلحه هسه ديل ما قاعدين في الخرطوم. ربنا اداك مساحه تطلع برا ما تمشي المعسكرات دي شوف الناس دي محتاجه شنو بقدر اللي بتقدر عليه. ثلاثة أسابيع مركز إيواء فيه 70 أسرة، 70 أسرة مش 70 نفر، ما دخل لهم دكتور ولا استشاري؟ ما بتخجلوا أنتوا؟ بعدين يقول لك الجيش بيسوي في شنو؟ أنت ذاتك بتسوي في شنو؟ أنت بتعمل في شنو؟ أدفعوا يا إخواننا وأدعموا الناس والله رسلنا ما وصلت، لا رسل ثاني. أسي يا صرف البضمن شنو قروش تصرف؟ فلان الفلاني قال يا أخي ما ندفع في المبادرات. أنت دار تعمل شنو؟ ترسل القروش مرقت منك ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها. شالوها جدعاها في البحر خير، شالوها عملوا بها حاجة خير، اعمل واجبك. لكن ما تقولوا انا ما برسل لانه انا والله اعمل مبادرة طيب بتثق فيها انت. يلا تفضل بكرة الصباح ادينا اعلانك للمبادرة اللي انت حتدفع فيها حقتك انت للزول اللي انت بتثق فيه حتعمل الحاجة الفلانية ونرسل لنا احنا نشير لك. انتوا ذاتكم بتساهموا في تطويل الامد بتاع المعركه دي. اخواننا اعملوا مبادره ما قدرت تعمل، اخواننا حركوا الهاشتاج ما قدرت احركوا، اعملوا فيديوهات خاطبوا القياده العامه فك اللجام ما قدرت تعملوا فيديوهات، كلهم خمسه سته شباب كل مره هم اللي بيجيفوا في المساله، معاهم اطفال وثلاثه اربع فيديوهات خمسه فيديوهات خلاص انت دورك انتهى، لا فك اللجام يا زول، فك اللجام وحصل الخرطوم دي، فك حصار القياده العامه، تضغطوا الناس ديل يا زول. الخطه بتاعتك دي احنا والله يا اخي لانه الزمن بيمر ما بالثواني. الزمن بمر بعدد الأرواح اللي بنفقدها، الزمن بمر بعدد البنات اللي بيغتصبوهم، الزمن بمر بعدد البيوت اللي بتتحرق، الزمن بمر بعدد الأموال اللي بتتنهب، كل مرة هم بينهبوا وهم بيغنموا وبيقولوا الكلام ده في فيديوهاتهم، والله احنا جينا نغنم، والله يا أخي موضوع الغنائم ده إلا بالواسطات الحتات السمحة، اللاند كروزرات، سمعت الفيديو امبارح يا برهان؟ اولادنا يقول لك يا اخي مشوا شالوا لاند كروزرات والبكاسي يكون عندك علاقه وواسطه مع القائد. بقينا مستباحين يا برهان، بيبيعوا فينا وبيشتروا فينا قدامك. الجيش ده يطلع الشارع ينظف بحري، الجيش ده يطلع الشارع يفك الحصار بتاع القياده العامه، دار انت فكوا الحصار بتاع القياده العامه، براكم مرحب، ما دار انت فكوه لحد بكره بنعمل استنفار في السودان كله انه ننزل نفك الحصار بتاع القياده العامه، العربي ده واضح، نعمل استنفار نفك القياده العامه ننتهي من الموضوع ده، نشوف جوا القياده العامه دي فيها شنو ذاته. ما الدعامه اللي قاعدين حولكم ديل حنبين لهم. اما تاني كل يوم الصباح احنا قاعدين والله هجوم فاشل من الدعم السريع على المدرعات. برافو برافو. شنو يعني هجوم فاشل على المدرعات؟ اهو بعدين. هاي وبعدين انا استفدت شنو حسي؟ هاي فشلوا وكتلناهم اهو بعدين انا في استفدت شنو يعني؟ بكره الصباح من نفس الحته قاعدين يرسلوا لك زول. بعد بكره حيرسلوا احنا قاعدين ادونا المدرعات دي اطلعوا برا الشارع باللون. خلينا نخشوا المدرعات دي، عندك شنو انت حارسه في المدرعات؟ جنود، مدرعات، دبابات، مدافع، شيلوها برا اطلعوا بها من المدرعات، خلوا لنا المباني، شيلوا الحاجات دي اشتغلوا بها برا بس. الحاجات دي ما خدتينها منظر تتقعد في المخازن، شيلوها اطلعوا بها برا. شيلوا الحاجات اللي قاعده في المدرعات دي عشان ما كل يوم يهاجموكم، شيلوها شغلوها،
لانه الدعم السريع ممكن يجي داخل بخيانه زي ما حصلت في موحد ولا حصلت في 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 في, في الاحتياطي يشيل الاسلحه حقتنا، فشيلوها استخدموها حسي، موت انت والسلاح بتاعك، خليه يتدمر، بكون على الاقل عملت بيه حاجه. دارين تفكوا الحصار بتاع القياده ده بكره شفناكم، ما شفناكم، ما عندنا شغله غير استنفار السودان كله، قبائله على عساكره على مستنفرين وعلى قواته البرة، كلهم بنحركهم ليكم نجيبهم القياده العامه، المعركه تكون الفاصله ننتهي منكم ومن الدعم السريع ذاته، نقطه عربي انتهى، وبعدين لما نبل القياده دي ونفرز الجو قاعد فاهمه.